السلام عليكم، سيتو جرمع محمود عماد الوجه العربي. اليوم 23 و 24 ماي 2023 من زنقة عند خونا فو زيرو. واش راه يدير؟ السلام عليكم، واش راه يدير؟ واش راك دير الروج؟ اختنا الحومة، اختنا الدار حمودك. لا لا، كش ما قلت لك راح سي يخليه في الدار، الله يعيب عليك الروج. واش لقطة؟ والله ما لقطة، زعما تبين في روحك زعما شغلك جار هذاك اللي زعما هكا شيء. ها ها على ديرك الروج، على ديرك السما. ها زعما تحلق لنا كثر الغاشي زعما باش يقولوا جار و نعم. قناة اسمها الشيخ وشايع في اليوتيوب. ولا يا شيخ دير الروج برك في الظلمه يخرج لك نورمال في الليل. ولا الروج عند الحلاق. واليوم الروج او في الطريق، الله يبارك. هم المواطنين اللي الملاح نحتاجوهم. ربي يعاونك الروج اخويا، ربي يعاونك، الله يعطيك الصحه. الله يعجبني النظام تاعك والعقليه تاعك تعجبني هايله. خلاص ربي يبارك. على انا نقول لهم الزنقه ما نقدرش نخرج منها. او غير على الجيران الشيخ، واش بيك سما زنقة يابسة ما فيها والو. ها هما الوجوه اللي تخرج تكيتيهم. بيك ماكش خايف هكا بالفروطوار؟ ماكش خايف؟ مش هضرة الروج، والله ما هضرة. ماكش خايف؟ كيف ماكش خايف؟ هنا جيت نشكر فيك ولي تقول لي. يا خويا تشكرني روح هزم صدها ولا خوك كنت قدام دارك. يا هو انا 33 سنة وانا كنت نسوي ندير، كش ما واحد جا عاوني ولا قال لي. جيت 33 سنة انت تكون ساكن سيدي جامع. نجي نطلع عليك غير فوق. وين وين طلع فيا الروج؟ نعيش الشيطان يا راجل، مش هضره هذه. 33 سنه وانا كنت ندير واحد، ما قال لي يرحم والديك ويعطيك الصحه. اليوم تا درت لنا حلقه باش الصباح صبح الهضره كلها والروج تسمى. تسمى جيت نتاع الاخر بعد ديت لنا. واش كاين ثاني؟ هذا من شركة الكبار الفروطوار ما عندوش حمد خويا، راك تشوف كيف رانا عايشين. هذا اللي بيعنا في الفروطوارات ومصالح، هو ما عندوش فروطوار. انا كون ياخذ براي عمي تبونه جماعة رازون الكل يدير لهم جيلية تاع الطلبة هذيك ويطلقهم في السواق. هذا هو الحل تاعهم. روج بارك الله فيك، عطينا كلمة أخيرة برك للناس الجمهور اللي يتابع فيك. الجمهور عطاني كلمة خير. اها والله عيب عليك الروج، والله عيب عليك الكرسي ما تزيد هنا درك. علاه واش انا درك انا؟ عطونا كلمة للروج يا جماعة، عطونا كلمة. شفت ربي يبارك. هاو جماعة كل هاو جماعة كل يشكروا فيك. هاو جماعة بالطوموبيلات، هاو جماعة كل مليح مليح. انا كان عم داير لك جام. ها جام في ديريكت صحه مهدي. صحه خويا الروج، خويا بارك الله فيك، الله يعطيك الصحه ربي يجازيك. خليك تخدم الروج اخويا، بقى على خير. روح ربي يعيش كان قادر والله نسردك. والله يا ولد قسني غير ما تفلى الروج. هاني نقول لك انا هاني نقول لك روح ربي يخدم امين ان شاء الله. هاي الهضره الزينه، يرحم والديك.